في الكوارع. بقول لك ايه يا نون، الصبح احنا ساعة صبحية الكوارع يا سليق. بلاش تقوم المنظرة دي يا بيت نون. يا ابن عيشة هعملك ممسحة وخيشة. او لما جانس يا بيت وريني كده. طب يلا وريني عرض قفاك. ماشي عشان خاطر الأخوية. أخوية؟ وشك في الحيط وقفك ليه؟ يعني هي الوحدة في جهنم دي وتعرفش تعيش بشرفها؟ لازم تبقى تبيعها، كل واحد ياخد منها ندفة وبقيت هيترمي للكلاب. ما أنا ياما قلتلك أفكار، أنت واحدة نية ويلزمك الجدع اللي يقف جنبك ويحميكي ويريحك من كل. وأنت في المذبح يوميتك عشراية وبتقطع وتذبح برة بعشرين، ده غير الجدعانة، فضها سيرة. ماشي يا أفكار، يعني أنا غلطان؟ عاجبك عيشتك في الخرابة دي؟ أدي اتعودت عليها من يوم ما اتولدت. بقولك إيه يا جابر؟ أنا مقدرك زي أخويا، خلينا أخوات أحسن. طبعًا، هتروح فين يا سعلوك بين الملوك؟ المذبح مليان معلمين تقايل قوي، مش وصلني أنا الحمدان. قطع لسان اللي يقول في حاجة بيني وبين حمدان. أنا يا شايفة بصيتك ليه، وهو كمان عينه منك. مالكش صالح، القلب وما يريد. أنا واحدة عشت طول عمري بشرف. أيوة بس أنت مش قد حمدان، أنا قلبي عليكي. حمدان بتاع وقته وبس، مش هيقول يا جواز يعني. وأنا مش هقول غير بالتزلك اللي في رجلي. وفضها سيرة بقى وتمشى بقى في رجل أخسارك. ماشي يا أفكار، بس الأيام هتيجي اللي تثبت إن كلامي على حق. شايلك للعوزة. ماشي يا أفكار. يلا بره يا جابر. سبحان يا معلم، زينهم بيشاكبونا في اكل عيشنا ده بينا. خلاص يا معلم. صبيانك هما اللي افتروا يا معلم. ما هم لازم يفتروا، لو ما افتروش ما بقوش رجالة حمدان. الصلاة على النبي، انا مش فاضي اقعد لزينهم بتاعك ده. يا معلم عيب، ده برضو كان زمان معلمك. كان زمان وجابر يا حبيبي، كل وقت وليه ادان. انا قد دلوقتي مالك المذبح. اخلع يا عايل بصبيانك حلواني. انا مش عايل يا معلم، بس عندي عيال. حاضر يا معلم، هخلع. يلا رجاله. حلاوتك يا معلم يا سيد المعلمين. كل حي يروح شوف شغله يا رجاله. يلا يا حبيب. ده احنا نهارنا في الليل يا ده جابر، دي التفكار اهي. ما تنسى يا معلم، دي مش من توبك. تحت الدنيا مواعظ. انت افكار، استنى انت. نعم يا معلم. ازيك يا افكار؟ تسلم. مبسوطة؟ عايش. حد هنا مزعلك؟ انا بالروية ومحدش يقدر علي. حلويتها بالروية طول عمري كده يا معلم.
طب عايزه حاجه؟ يلزمك فلوس؟ شايلك للعوزه. وبعدين اجابك في البنت دي يا معلمي، دي مش من توبه. سيبها ما تعبرهاش. معلش تتداوى، ومن غير دواء تتساوى، واذا ما تساويتش تتاوى. اهلا سيدي المعلمين، العزبه نورت يا معلم زينهم. نار بصاحبها شافها بيه. اهلا، الغدا والعشاء هنا والبيئه في الليل. يا ريت، لكن الجو بقى في المذبح مش هو، وعشان كده انا جاي لك. انا سامع عن المشاكل اللي بيعملها حمدان في المذبح كل يوم والتاني. حمدان ده لو ما كانش جوز اختك انا كنت خليت الدم للركب، لكن انا بقى عملت لك حساب وجيت لك الاول، وجيتك عندي بالدنيا كلها. حد انت صابي من صبيانك، وما كانش يروح لحد عندك ويحب على راسك قدام الدنيا كلها، انا مش هوريك له بهاي، ويبقى يروح بقى يستلقط الوقيه. وانا مستعد اشتري اللي عندك كله، واللي هيبقى عندك لخمس سنين قدام كمان. هقول لك عربون كام؟ مليون؟ لا مش كده يا سيدي المعلمين، ما تصطادش الفرص. أنا بس عايز أدب حدان كام يوم كده، لكن مش عايز أذبحه في السوق. طيب. على العموم أنت سكنتك على رقبة الكل واللي تؤمر بيه. اسمعي يا زينة. نعم. روحي لحد المزرعة قولي لمصطفى يجيني قبل ما يشحن البهايم. حاضر. خلاص. اطمن يا معلم زينة. ما تخافش وقت وهو. يلا يا جدعان. انت جدع. انا مش شايف ترابيزة زينة، ما هو فين ترابيزة زينة؟ ملوش حاجة ومش هيذبح. بس ده يبقى خراب بيوت. اوامر شافع دي لحد معلمك ما يكلمه في التليفون. شافع بيه ما بعتش ولا فردة لحمدان. والله وفيت وعدك يا شافع بيه. اسمع يا سلطان، الذبح الليله الساعتين بعد نص الليل، والرجاله تيجي من الساعه واحده، والقهاوي كلها تفتح، والمشاريب كلها اللي تنزل. انت واجب يا معلمي. مفيش داعي للكزلك ده دلوقتي، انا عارف هو جاي ليه. يا صلاة النبي يا صلاة النبي، ربنا يزيد ويبارك. ايه ده كله؟ صباح الفل يا معلم الكل. يا سلام، دلوقتي رجعت تاني معلم الكل؟ ما انت كنت خلاص بقيت ملك المذبح. انا استاجر اقول كده قدامك يا معلمي؟ ده انا لحم كتافي من خيرك، ولا مؤاخذه بقى مش شاتمك الا اللي مبلغك. نهايته حمدان، انا صبيك من حال المبتدا، وصبيك لحد ما اموت. يا تموت كده بقى، يا موت يا تموت. انا فداك يا معلمي، انا فداك. ده انا اتذبح واتسلخ واتعلق زي الدبيحه، واذا كان كلب من صبياني غلط فيك تتداوى، وادي راسك ابوسها قدام الليسه اللي ما يسواش. معلمك يا صبي الهفا، يبقى كل مخ عشان تفتح مخ. حمدان سلامة بس راس يبقى الصلح ده مش هيطول كتير، وبكره نشوف. يا واد انت مالك ومال السياسه؟ الله، مش راجل وجدع في المذبح. يا واد خليك في اكل عيشك احسن، تلاقيك ما اكلتش بالصبح. معلش الرجاله قد ظروف. طب وغلاوتك؟ ما انا بايع جوزين الكوارع دول. شيل يا واد نتغدى بيه، ده البهريز يرم البدن. اوبا. يلا بسم الله، ميت بايدك. تسلم ايدك. بالهنا والشفا. ايه
ايه واد ما بتاكلش ليه؟ انت طيبة قوي. طبعا ودي حاجة غريبة في جهنم اللي احنا عايشين فيها. من يوم ما ماتت امي وابويا حبسوته على التموين ما حسيتش بالحب غير منك انت. انا برضه زيك من صغري وحدانية وطول عمري محرومة من كل حاجة. وازاي قدرتي تعيشي من غير ما تاكلك الدياب؟ ربنا فوق وجدعنتي تحت. يا واد انا بالرواية ومحدش قدر عليا. انا بحبك قوي. وانا كمان ومعتبرك زي اخويا الصغير وعايزك تكبر وتتعلم الصنعة. انا عايز ابقى بشكار زي جابر وتبقى معلم قد الدنيا اكبر من حمدان وزينهم كمان. خد اربع واد. خد شافع بيه وصل ونزل عند حمدان في البيت ما نزلش في المذبح. يا ابو صالح على العوم هنشوف. صباح الخير يا معلم. يا صباح الفل يا افكار. ازاي احوالك؟ الحمد لله مستوره. يلزمكيش ايوه خدمة. تشكر يا معلم شايلك للعوزه. انت بنت جدعه وشريفه والمرحوم ابوكي كان من رجالتي وامك كانت ست اميره. ابقى روقلها طلباتها من المذبح يا سلطان ونقلها هي دونا عن غيرها. الهي يخليك ليا يا سيد المعلمين. فضتك بعافية. مع الف سلامة يا افكار. خسارتها خسارتها في المذبح دي تستاهل فيلا. فيلا دي تتحط في سرايا يا ابني ولا كل السرايات كمان. علم المؤاخذة يا معلمة انت من يوم ما توفت المرحومة مراتك عارف عارف اللي هتقوله. طب وليه لا؟ ده انت سيد المعلمين وعايز اللي تخدمك. بقى واحد زي حمدان ده صبي من صبياني يناسب شافع بيه وانا ما ناسبش معلمين تقال. اللي زي حمدان محتاج النسب لكن انت ما يلزمكش والقلب ما يريح. انت عايز الصراحه يا سلطان. اؤمر يا معلمي. بس افرض قالت لا وضحكت عليا العالم. وده معقوله يا معلمي؟ اللي زي دي تتمنى تراب رجليك. انست وشرفت يا ابو نسب وانا دايما في الخدمه وتحت امرك. المهم اني مش عاوز مشاكل خالص مع زينهم يا حمدان. ماشي اعتبر كلمتك سيف على رقبتي. وانت يا سميره. الله سميره يا سميره. ايوه يلا. ايوه يا حمدان. انت تاخدي راحتك في العزبه عند اخوكي وتزوري اهلك كلهم واحد واحد. لو انك هتوحشيني بس ما تستعجليش. هوحشك برضو ولا فرصه تلعب بديلك؟ لا اله الا الله. شايفه شافع بيه مفيش فايده الستات دي نفوخه زي لحمه الراس. خلاص زي ما اتفقنا يا حمدان. وجب واعتبر الكلام كله كانه حصل. يلا يا سمير. يلا يا اخويا. يلا هتوحشني يا حمدان. طيب طيب لا 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 طبعا سلام مع السلامه. ألف سلامة. هذا سلامة. أنت هذا سلامة. ولا ولا قوم. لا مؤاخذة يا معلمي أصل كنت مشغول امبارح طول الليل بغسل البهايم. أنت قاعد مش هتكبر بقى على غسيل البهايم. انا معلمه سد في كله. وانا قد مستجدعك عايز انطقك كده واعمل منك بشكار. بشكار زي جابر؟ واجدع من جابر. بس انت بقى ناقصك شويه قيافه وشويه تعليم. انا تحت امرك يا معلم. كده؟ طب اول درس هتروح عزبه شافع بيه وتجيب بهايم. ماشي وهتشوف. طب روح غير الجلابيه بتاعتك دي وترسم. ماشي مؤاخذه يا معلم بس ما عنديش غيرها. اه خد يا تايف. ماشي يا معلم. ولبست قايش وعلقت كازلك ومستحاد. من انت كله يا واد؟ المعلم حمدان علمني الصنع. انت مش عايزاني اتعلم وابقى فل وسيد الكل. الحقيقه يشكر حمدان على العموم هو الكسبان. طبعا يا حبيبي.
هو هيلاقي زيك فين؟ وهقوم واشطح نطح، وهيبعت لي النهارده اخر النهار عزبه شافعي بيه عشان اجيب له بهايم من هناك. يا خايب لوحدك؟ لا معايا طورة رجاله، بس انا المعلم عليهم طبعا. يا حبيبي تروح وتيجي بالسلام. في صحة العزوبية ولو مؤقتا. بس القعدة دي ناشفة، عايزة مزة. التليفون موجود، أطلب لك توحة ولا اختار؟ دول عاملين زي لحمة الجمعية. احنا عايزين قتلهم شافي. جابر تحت أمرك يا معلم. المرشيد استحت، راحت البنت أفكار. أفكار؟ وهي هتقرأ تيجي يا معلم. ما انا هفهمك تقول لها ايه، اصل انا عامل لها ملعوب بيخرش الميه. ايوه يا معلمي، بس ده يبقى حرام لا مؤاخذه. نعم اخويا، والمنكر ده مش حرام. النسوان اللي كانت هتيجي بالتليفون مش حرام، ولا افكار بس هي اللي انزلت؟ لا ما اقصدش يا معلمي، بس البت دي بالرويه وممكن تعمل لها شبوره في المذبح. اللي بتيجي هنا وتنبسط يا خفيف ما بتتكلمش يا غشيم. يبقى لا يا معلم. طب بتقول لي انا لا؟ هو كده في المزاج، عفش. انا راجل بشكار صنايع يعني، وشغلتي في المذبح وبس. وما تلزمنيش كمان في المذبح. بلاش ايديك بس. طب بقى في المعلم صحة افكاري اللي جايه ليها. بسم الله الحفيظ، بسم الله الحفيظ. مين مين؟ طيب خير يا فتحي؟ ايه اللي جابك السعادة؟ سلام ابعد عنك. ماله؟ كان رايح عزبة شافعي بيه، اتقلبت العربية بيه على الطريق الزراعي. يا مصدق اتقل على بيت حمدان وفي حالة خطر. سلامة وعايز بالاسم. يا لهوي سلامة سلامة. الواد فين؟ اهلا يا فكور، تعالي. ايه ده؟ المذبح. سلامة فين؟ سلامة في خير. كده برضه يا معلم. وانت معلم يا بنت، انا حداديكي وارضيكي. خلعوا. هما رايحين فين؟ جالهم عقد عمل في الخارج. انا عايز اخرج من هنا حالا. يا بنت انا بحبك. بتحبني اتجوزني. اتجوزك وانا ابقى خدمتك وتحت رجليك. انا محدش مالي عيني في المذبح غيرك، لكن على سنة الله ورسوله بالمأذون والشهود والفرح. ومراتي افكار دي اخت شافع بيه اللي في ايده واقف حالي. والغلبانة اللي زيي بقى تتاكل قوانطة. الله، انت هتعملي الشغل بتوعك عليا ولا ايه؟ يا بت الدنيا اخد وعطا. افتح لي يا حمدان. عمرك شفت الذبيحة دخلت المذبح وخرجت زي ما هي؟ انت اللي هتكون الذبيحة يا حمدان. تعالي اذبحيني. خرب بيتك، طيرت الازازتين اللي في نافوخي. افتح الباب يا حمدان. حاضر. انا اقدر ما افتحش، هو اللي عملتي فيا ده شويه. حاضر هفتح. هفتح الباب وانا بعد البنيه دي اقدر اتنفس. خليك بعيد. Thank you.
حمدان. افتح يا حمدان. مش ايدك ما تفتحنيش. افتح يا حمدان انا سيبهم. تعالي تاني. انا بحبك يا افكار. خساره خساره. ابو سيدك افتح افتح يا حمدان. لا اكسر عليك الباب. افتح حمدان. ما هو افتح حمدان. حاضر يا افكار يا معلمة افكار. وصول المعلمين برضه يا حمدان. انا راجل في بيتي وهي اللي جاتني برجلي. اخرس ده هو اللي غشاني يا معلم. عارف ما انا حكيت له على كل حاجه. طيب يا جابر انت برضه لسه ليك عين تتكلم. خدها وانزله يا جابر. حاضر يا معلم. يلا افكار. وطلعت صغير يا حمدان. ما خلصنا بقى. لو تعرضت للبيت دي تاني انا اللي هربيك. ومالي مش قلت لك افكار انت لزامك راجل عشان يحميك. معاك حق يا جابر. الغلابة ما تعيش بين الديابة. ما تزعليش يا افكار. عيل غلط وتربى. ربنا يخليك ليا يا معلم زينب. اركبي يا بنت الناس. تبقى تجيني الصبح يا جابر وما يهمكش منه. انا هشغلك عندي. اطلع يا سيد. يا خساره يا خساره. ازاكي؟ لا يا معلم وشرفك رقعته علقه. بس انا عارفه ان حمدان مش هيفوتها. طول ما انا موجود على وش الدنيا عمر ما حد هيستجرب يدوسلك على طرف. تعيش لي يا معلم. انا منايا اعيش لك يا افكار. اعيش لك العمر كله. مبروك يا معلم زين. نجيلك دايما في الافراح يا شفع بيه. مبروك يا عروسه. زينهم اللي لادي انحسد بخدامته اللي تتحسد عليه. تعيش يا افكار. عن اذنك بقى يا معلم. ودي تيجي برضو يا شفع بيه. مديك مأنسنا شويه. لا معلش اصل المشوار للعزبه طويل شويه وفي ناس مستنيين هناك. ما تبقى تجيب العروسه وتيجي تزورون ولا ايه يا عروسه؟ تشكر.
بس اما يؤمر المعلم. ده احنا يزيدنا شرف. ألف سلامة. لا 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 خليك انت جنب العروس. لا لا ودي تيجي برضه لازم اوصلك لحد العربيه. ده انت مجيتك هنا بالدنيا دي كلها. شكرا يا معلم. صباح الفل. صباح القشطه. مبروك يا معلمه. ومالك بتقولها كده؟ امال عايزاني اقولها ازاي يعني؟ ما تفرحليش يا جابر. رحت اجيب واحد يخلصك من التاني. اتكلت انا. الاخوة ابقى من ايه حاجة. وعلى العموم ما يهمكش من حمدان. انت من النهاردة تبع المعلم الكبير. كده؟ تشكري اوى معلم. بإذن. مبروك يا عروسه. طب وانت كمان شايل عبد القادر ليه؟ لا اب ده انا فرحان قوي. عشوك يا واد. الليله دي دبحين المذبح كله ومنه نفس العشا. يا معلم ومعاه مسدس وجايين يوسع عزوتي. انت مش عايز تبقى بشكار؟ لو حمدان لما استرفت هعلمك الدبح. المعلم جنهم. المعلم جنهم سيد المعلمين كلها وملك المذبح. واحنا كلنا صبيانه عصايا. رقصني يا جدع. Thank you.